كيفاش غتسد عليك انت في واحد البيت لمده 6 شهور باش تتعلم شي حاجه اللي هي اكس، يعني وما عندكش فراس مالك حتى شي حاجه، ما غتاكل ما غتشرب. الاب ديالي ديك الساعه كان كيشوفني بحال عاله في الدار، يعني بريها ولا بالحيشه وبارك سد عليا في الدار وماشي ما كيصرف حتى شي حاجه، يعني راه ما يمكنش، يعني راه كتولي عاله في الدار. حطيش حد تقريبا 5 دراهم في النهار المصروف ديالي باش ما نقولش الباب عطينا شي حاجه، 5 دراهم في النهار كناخذ بها السر ودير الحليب وخبزه، وهاد الكلمه كنت قلتها وعاودتها وعاودتها، كانت حاجه اللي بقات في بالي ديما واللي كنتحدى في الدراري بزاف انك تقدر دير بحال ما هكا. حيت بزاف كيجي عندي البريفيو اللي كيهضر معايا تيقول لي كيفاش هادشي حققتو وكيفاش هادشي درتو ليه، عندكم شي سر؟ عندنا سر هو انني سديت عليه 6 شهور ما شفتش فيها الزنقه كيفاش دايره، ما كنوضش من بلاصتي، ما كلتي حدايا كلشي حدايا، كاين شي من نهار كامل ما كتاكل فيه والو حيت باك ما عندوش، ومن طون فاش كيجي خاصو زيرك يقدر ما يحطش لك كاع باش تتعشى ما يعطيك والو باش انت تخرج تخدم، وانت مآمن شي حاجه مآمن بها، مآمن بها غنحققها. السلام عليكم، معكم ياسر وعزيز، خبير في مجال التطبيقات والعمل سيرويب. النيفو القرايه ديالك واش من تخصص تقدر شي؟ النيفو ديالي نيفو باك، حدي حد نيفو باك، والسبب اللي خلاني انني ما نكملش الدراسه ديالي كيف تعرف الجميع والناس اللي متبعيني في البروفيل ديالي في اللايف اللي كندير، كيف اي شاب ود الشعب ود حي شعبي ود اسره فقيره كتوصل واحد اللاج ضروري خاصك تلبس، ضروري خاصك باش تخرج، ضروري خاصك باش دير. الاب ديالي كي دابا غنبدا نعاود القصه ديالي ومن طوره كنجاوب على السؤال ديال الاخت. الاب ديالي مياوم فراشه في درب السلطان ما في حالوش، انت وصلت شي لواحد 5 ايام 6 ايام من خصك تلبس خصك تخرج خصك مصاريف ديالك، ما غاديش تبقى تقل على باك اللي اصلا هو يلاه مكافي مع خوتك مكافي مع المصروف، يعني ما كتقدرش انك توافق بين القرايه وبين انك تخرج تخدم. حد الباك حبست باش نقدر نعاون الوالد ديالي، والباك اللي كانت فيه الموت ديال الام ديالي. مورا الباك خرجت خدمت اجون سيكوريتي، خدمت في شركات، خدمت حتى 2013. اصلا من قبل كان كيعجبني الويب وكيعجبني البي سي، حيت الناس بزاف دابا ما تفهموش ما معنى الويب، المهم كانت تعجبني البي سي، تعجبني الانترنت، ندخل نقلب، بديت كنقلب على كيفاش انك تقدر تربح من الانترنت، كيفاش انا نجلس في البي سي والربح، يعني ما نبقاش غير جالس في البي سي وانك غير كتكونيكطا ولا غير كتشاطي ولا انك غير كتقلب، كيفاش نقدر نربح. هنا بدات الفكره في 2013، بدات في قبل 2011 2010 الهاك، كيفاش كتهاكي كيفاش كتبيراطي. المهم بدينا في 2013 سمعت بالدومين تعديل على تطبيقات الموبايل اللي هو الريسكين، كيفاش كتاخذ التطبيقات ديال الهاتف في الاندرويد كيف كتعرفهم كاملين وكتربح منهم. هنا بدات المشوار ديالي. المهم نكملوا القصه. القصه اللي تقدر شو حدين تعجبهم، شو حدين تجيهم سامبل، شو حدين تجيهم شي حاجه زعما اللي كتموتيفي. المهم كيفاش غتقدر تجلس في البيسي وباك يعني اللي كيتسنى انك تعاونو كيشوفك غير جالس في البيسي، وقبل بعدا من غيجيوك فلوس البيسي من غيجيوك باش غتدخل الويفي. اضطريت انني نبيع ونشري في التليفونات في البيسيات، شري من عند هذا بيع من عند هذا باش تقدر نكمل الفلوس ديال البيسي باش نبدا الخدمه. هنا انت عندك غير فكره، يعني ماشي انك عندك شي مثل قدامك لانه تيربح من هذا المجال ولا شي حاجه، يعني غير سمع شي باللي راه هذا المجال كاين فيه الفلوس، يعني غتدخل سمع شي باللي راه خاصك الفوتوشوب باللي راه خاصك تفرج في واحد الفيديوهات، يعني غتقدر تربح. ما عندكش قدامك شي مثال اللي هو حي ولكن كتامن باش ما عندكش شي خيار اخر. دخلت بعت وشريت، المهم جمعت شي نقول لك شي 2000 تقريبا هكاك، خديت بي سي كوردو ديو، دخلت الويفي للدار، خليت واحد المبلغ باش نبدا نصرف. الصعوبات كيف سمعت اسئله الصعوبات اللي كتلقى، كلشي صعوبات، انك ما عندكش بيرو ديالك، انك بيسي انت اللي شريتي، خاصك باش تصرف، خاصك باش تعاون والديك، خاصك باش هذا السؤال كنت قريته قبيله. نشوف واحد السؤال ديال هاد الاخت نكملو، عارف تقديم وما حبش ديك البارح اللي ام توفات الله يرحمها. السؤال ديالي شنو هي اصعب مواقف اللي واجهتيها في ديك المرحله من حياتك؟ اصعب حاجه واجهت في المرحله ديال المدير الوالده ديالك ان الانسان الوحيد اللي كان يعني شي كيهتم بيا اكثر، حيت كنت داك الدري اللي باغي يخرج باغي يلبس باغي الدريات باغي هادي، باك تكون ديما معاك قاصه حيت هو كيضرب التمار على برا، خاصو يجي خاصو انت تعاونو، انت راسك طايش مع باقي ما وصلتش لديك النيفو انك غتفكر في والو، تفكر غير في راسك
تيكون ديما داك المشاكل بين الاب وبين الطفل المراهق، كانت الام ديما داك السند اللي تيكون حنين عليك، اللي واخا كتكون عندها شي فلوس كتدور معاك، انت خاصك تلبس لا مارك، واخا انت باك ما فحالوش ديما كنقلب يعني مورا الموت يعني عاد زاد المشاكل كثار، يعني الاب ديالك ولا يعني غيتهرس حتى هو، يعني ديك اللي كان جامع الدار هو مشى، الاب ديالك بغى يتزوج، يعني شكون اللي غتدخل في الليل وغتلقى مخلي لك عشاك، ولا شكون اللي غتلقى يعني غيسول فاك، يعني شكون بزاف ديال الحوايج، شكون غيخاف عليك، شكون يعني بزاف ديال الحوايج. والمشكل اللي تيكون كبر عاوتاني ان عندك خوك وخصك صغار منك، يعني خاصك انت تشوف راسك وعاد تشوف خوتك اللي صغار منك، حتى هما خاصهم هما اللي يعتني بهم، حتى هما يعني انت دابا راك تعتبر راسك الساعه انت راك راجل، واخا الساعه 2011 يلا كانت هذيك الساعه شي 19 عام ولا 20 عام، ولكن خاصك راجل وتعتني بخوتك صغار منك، ودير وتخرج وتخدم وتجمع ودير. خدمت اجون سيكوريتي ب 2200 درهم، يعني كتفيق مع 7 الصباح، كتمشي كتبقى واقف على رجلك نهار كامل، حتى تخرج مع 8 مع توصل للدار، وانت عارف باللي راه هذا الشيء راه ماشي ديالك، باللي انت راه تقدر تكون احسن من هكا، باللي تقدر تكون باللي تقدر دير شي حاجه في حياتك. هادو هما اصعب حوايج كاع. ومن بعد ان الاب ديالك تيكون معاك شويه قاصح، ماشي زعما حيت ما تيبغيكش ولا ما تيش حاجه، غير باش تحاول انت تخرج تعتمد على راسك، حيت هو انك انت جالس في البيسي ما كتدخلش ليه راسو ان هاد الدري راه بارك راه خدام ولا كيتعلم، تعرف هو الخدمه راه هي الشركه والدخول وتفيق مع الصباح. وهذا الشيء ما كنعانيش منه غير انا في الاول، ولا دابا كنا غنعانيو منه كاع الدراري الشباب، سواء الدراري سواء بنات، الا قلتي لباك راه غنجلس في البيسي وغنتعلم وغندير، غادي يضحك عليك يقول لك واش البيسي غتخرج منه الفلوس، خاصك تفيق مع الصباح وتمشي للشركه وتجي وتصايب وراقيك ولا سي ان اس اس، هذيك هي الخدمه. حنا ما عندناش ديك العقليه، كانت عندنا العقليه ديال اننا من الويب غنخرجوا فلوسنا وغنحققوا الحريه الماليه ديالنا وغنديروا فلوس، يعني من الويب ديك الساعه ما عندناش ديك الساعه شي امثله كبيره اللي تقدر انك تقول لفلان راه وصل، كنت كتسمع بان في ميريكان كتقول وراه ذكر في ميريكان، ما امناش بداك الشيء. المهم المده ديال 6 شهور ما خرجتش فيها الباب من الدار، ما فتوش يعني 6 شهور وانا بارك في الدار سد عليا مثلا غير الخدمه غير الخدمه غير الخدمه غير الخدمه. نديروا فاصل نقراو شي سؤال ونرجعوا ان شاء الله. شي حاجه ولا طبيعه فيك خايبه وكتمنى تحيدها؟ الحاجه اللي فيا خايبه وكنتمنى نحيد انني نيرفوز بزاف، وهذا الشيء زعما انا زعما كيفاش زعما كنحلو كيفاش كندير، وانك عاطي يعني باغي تختم باغي دير باغي وكتجي طراسك بقاسك معيش واحد معيش اللاج ديالك بزاف، يعني كيفاش دري في 25 سنه اول حلم ديالو دابا ماشي ان تكون معاه شي بنت ولا طوموبيل ولا شي حاجه، يعني باغي غير يزيد يديفلوبي راسو، باغي يزيد باغي يدير خدي الدار باغي دار اخرى باغي هادي باغي شركه باغي ندير باغي ندير باغي ندير، كنبقى نتشارجا بزاف، يعني كنجي واحد لقيت كنقاسي باغي نتفرقع كيولي لي كيدوي معايا كنتعصب، ومن طون دغيا كان براد ودغيا بحال ما حتى شي حاجه، والناس اللي يعرفوني عن قرب تعرفوا الكاركتير ديالي كيفاش داير. واش تبدلات الطريقه ديال التعامل ديال صحابك معاك من بعد ما خدمتي؟ هذه واحد النصيحه اللي كنت ديجا قلتها، انك ماشي غتبدل غير العلاقه ديال صحابك، غتبدل العلاقه ديال والديك معاك، غتبدل العلاقه ديال خوتك، غتبدل العلاقه ديال صحابك، غتبدل العلاقه ديال جيرانك، غتبدل العلاقه ديال الناس كاملين معاك الا قدرت انك تكون راسك ودير زعما فلوسك ودير حريه وتحقق الحريه الماليه ديالك، تكون على يقين بلي حياتك كامله راه غتبدل. حش مع احترامي للجميع، احنا عايشين في واحد الوقت وفي واحد الزمان ديال الماديات وبزاف، كيف تيقولوا راه الام راه عندها جوج ولاد، هذا كتقول لي الله يرضي عليك مره، وهذا كتقول لي الله يرضي عليك 10 المرات، حيت هذاك كيعطيها وهذاك ما تيعطيها، بجوجهم كتقول لهم الله يرضي عليك الله يرضي عليك، لكن حيت اللي خدام كتقوي لهم الله يرضي عليك. هذه ماشي زعما تنقول هذا الشيء، خذوا مني باليقين، الا كتدخل وكتدي لي ديال باك واحد الشهريه ديالك ماشي بحال. اكبر مثال هو دابا غنرجع للقصه ومنها غنقول هذه القضيه هذه، كيفاش غتسد عليك انت في واحد البيت لمده 6 شهور باش تتعلم شي حاجه اللي هي اكس، يعني وما عندكش فراس مالك حتى شي حاجه، ما غتاكل ما غتشرب. الاب ديالي ديك الساعه كان كيشوفني بحال عاله في الدار، يعني دري ها ولا بالحيش وبارك ساد عليه في الدار وماشي ما كيصرف حتى شي حاجه، يعني راه ما يمكنش، يعني راه كتولي عاله في الدار، يعني باك يشوفك عاله عليه في الدار، يعني كيفاش الدري هذا غيبقى بارك ليا في الدار ما كيصرف ما كيدير حتى شي حاجه. حطيت حد تقريبا 5 دراهم في النهار المصروف ديالي باش ما نقولش لبا عطينا شي حاجه، 5 دراهم في النهار كناخذ بها السر ودير الحليب
وخبزه وهاد الكلمه كنت قلتها وعاودتها وعاودتها، كانت حاجه اللي بقات لي في بالي ديما واللي كنتحدى في الدراري بزاف انك تقدر دير بحال ما هكا. حيت بزاف كيجي عندي البريفيو ولا كيهضر معايا تيقول لي كيفاش هادشي حققتو وكيفاش هادشي درتو ليه، عندكم شي سر؟ عندنا سر هو انني سديت عليه 6 شهور ما شفتش فيها الزنقه كيفاش دايره، ما كنوضش من بلاصتي، ما كلتي حدايا، كلشي حدايا، كاين شي من نهار كامل ما كتاكل فيه والو حيت باك ما عندوش، ومن طون فاش كيجي خاصو يزيرك، يقدر ما يحطش لك كاع باش تتعشى، ما يعطيك والو باش انت تخرج تخدم، وانت مآمن شي حاجه مآمن بها، مآمن بها غنحققها غنحققها. كنخلي لسترة الحليب وخبزه باش نجي باش ناكل ونقدر نعس، باش غير نقدر نعس صافي داك تخدم 6 شهور وانا خدام. غير اشنو هو الفرق والمشكل اللي عندنا في العقليه ديال العرب والعقليه ديالنا حنا كاملين، واننا كنتزايروا غير الا كان عندنا الشاف ولا عندنا اسود ولا شي حاجه، انك تقدر تزاير راسك وتتحكم في راسك ولا داك الشيء تقدر تفصل حياتك مزيان وتمشي مزيان. انا سديت عليا مده ديال 6 شهور وانا كنتعلم، كنتعلم فوتوشوب من ورا، تعلمت شويه ديال الديفلوبمون، تعلمت شويه هنا، تعلمت شويه هنا، يعني ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه تيقول لي با نوض سير في حالاتك، نوض خرج عليا برا. بقيت في داك البركه بحال ما هكاك مده 6 شهور، حتى قدرت اول نهار خرجت من الدار مشيت تخلص، كانت اول خلصه ليا من الويب، كانت تقريبا فيها شي 15 13 ولا 12 الف درهم. يعني من تما صافي حيت داك البركه وليت ديك الساعه كنخرج كندخل، من تما والارباح غدا وتنسى. انا في 2013 فقدت الامل وحتى ما نجحتش وخرجت نعاون مالين الدار. دابا ما كان الاخت يسرى مسا ساعه كيوصل كيطلع الغيا، دابا ما كندير والو بلس، دابا بغيت نعرف كيفاش واحد يحقق النجاح. الاخت يسرى قالت لك في 2013 فقدت الامل حتى انا ما نجحتش وخرجت نعاون مالين الدار، لكن دابا ما كندير والو بلس، كيفاش تحقق النجاح؟ بالنسبه للنجاح ما كاينش نجاح غير في الويب صافي، النجاح يقدر يكون في الحياه كامله، حيت راه ماشي يعني غير في الويب تقدر تحقق فيها الشيء، حتى في الغيال تقدر انك دير راس المال، تقدر انك تبني حياتك، تقدر انك دير بزاف ديال الحوايج. غير هو ما كاينش شي حاجه في الدنيا سهله، الشيء اللي كتلقى الشيء اللي ما كيتعذبش في حياته اللي ما كيطرحش تمر في حياته عارفه غادي في الطريق الخاطئ، حيت راه ماشي غير راه ماشي دابا راه المثال هذا، دابا الدراري اللي تعرفوني انا راه كانوا تعرفوني من الاول، يعني كيفاش تكرفصت، كيفاش ضربت شماره، كيفاش عاد قدرت توصل لياسر لحق الحريه الماليه ديالو اللي ما خاصها حتى شي حاجه. وماشي غير انا، دري صحابي كاملين، لا بلال الضيفي، لا محمد بعابيت، لا الدري كامل اللي كتلقاهم دابا معروفين في الويب ومعروفين، سولوا ضرب شماره ديال بصح، تكرفص ديال بصح، بس خرجوا من الويب. نعطيك واحد المثال اخر باش تفهمني اكثر، بزاف كيشوف كريستيانو كيشوف ميسي تيقول اه ولعاب عنده الفلوس استعداش، كون قدرتش انك ريني قدو انك تكرفص كيف تكرفص، شحال جرى، شحال ديال لونطريما، شحال ديال تماره، شحال ديال تقدر توصل. ممثل ولا الفنان ولا كيضرب تماره وديال بصح، ممثل فاش كيجي واحد الدور يقدر يسد عليه شهوره، يقدر يتعلم لغه اخرى، يقدر يبدل الفورمه ديالو، يكون غليظ عنده الدور فيه، خصو يكون متراسي، خصو يدخل يترين، يعني تماره في اي حاجه في الدنيا. اي واحد الدنيا نجح وصل كيضرب تماره وديال بصح. يعني الا بغيتي تنجح في حياتك ماشي غير في الويب، في اي حاجه خصني نخدم. الا كنتي غير كتقرا وبغيتي تنجح، الا ما سهرتيش الليل، الا ما عييتيش، الا ما ضركش راسك، الا ما تكرفتيش ديال بصح، ما تنجحش في حياتك. هادشي حنا جربناه ونجح، ضربنا تماره ديال بصح ونجح. كنت كنفيق مع 9 ديال الصباح كنبقى بارك في البيسي حتى لجوج د الليل عاد كنوض. دابا مثلا جلست ساعه ساعتين ما عنديش مشكل، حيت صافي عندي الدراري خدامين معايا، عندي صافي ماشي مشكل، ولكن 6 شهور الاولى هي اللي كتلعب الفارق، ما خرجتش فيها. كنفيق مع 8 9 9 الصباح كنبقى عينيه في البيسي حتى لجوج د الليل، وما كانش عندي كاع باش ناخذ نظاره، يعني قلت يلا بعد صدقت فقدت بزاف، تخفض لي الشوف بزاف على الاقل قبل ديك القضيه، بزاف ديال الحوايج خسرتهم. يعني فاش كتضرب تماره ما كتاكل ما والو باغي تنجح، يعني هذه راهي الدنيا، حيت الدنيا الا كانت الدنيا ساهله وداك ما غاديش تكون ما غتلقاش شي واحد ناجح، غتلقى كلشي بحال بحال، تيكون داك التفوق انك تضرب تماره بعقلك. كنخطا فاش خطات كنصحح الخطا ديالي وكنضرب تماره ديال بصح، حيت هذا هو الفارق بين الناجح وبين الفاشل، وهذاك الشيء يخدم. راه ماشي يخدم انني كنمشي نهز البالا وكنبدا، لا نخدم بعقلي. ايه هذاك الشيء، هذاك الانسان اللي كيمشي يهز البالا وكيدير يقدر غدا يولي هو الطاشرون، يقدر غدا يولي هو مرشي، ولكن علاش الا خدم شي وضرب شي تماره بعقلك؟ يعني نخدم ونفكر انني ديما نديفلوبي راسي، ديما فكر انك انت راه ماشي والو، انك انت راه ماشي انسان فاشل. حيت كنشوف داك التحطيم اللي كنا كنتحطمو حنا راه تبقى تضحك، وحق الله حتى اش غتسوي
ما داروا الفلوس الناس اللي خدامين وزع الجينيور ما داروش. لا راه غنخدم وغندير داري وغندير طوموبيله واعره وغنخدم وغنجمع فلوس. واش مسطي هذا الشيء من عند والديك من عند الناس اللي قرابين؟ نوض سير خدم 40,000 ولا 60,000 ومرسم حسان لك من اجل. انا راه ماشي عبد غنفيق مع الصباح ومشي للشركه وقصا الدين عليا وفي العشيه نفيق وغدا خصني نفيق بكري الا ما فقتش بكري غيجري عليا الشاب. لا انا راه ما غنكونش بحال هناك. انا راه ندير فراشه وتكون ديالي لراسي وما نستناش شي واحد يقول لي نوض ولا سير فراشه وندير منها حانوش وندير منها شركه بحال ما كنا كنفكروا. كاينين بزاف ديال الكتوبه عاونونا بزاف. كان واحد الكتاب ديال انطوني روبنز كاين ابراهيم الفقي كاينين بزاف تيحاولوا يموتيفيك تيحاولوا يحييك انك انت ماشي انسان فاشل. حيت كل واحد فينا شي دابا اغلب الناس دابا اللي تيقراو فهاد ليكوم اللي تيشوفوا الناس اللي تيعرفوني راه تيعرفوا شنو الناس اللي تيعرف تيقولوا هذا شكون علاش كيفاش كيدوي علاش انا تقدر تحقق انت الحريه الماليه ديالك باش بالخدمه ندخل انا للويب مثلا حيت الويب راه ماشي ديال الدراري بوحدهم راه دراري وبنات وكاينين بزاف ديال البنات حقو شي حاجه ما حقهمش دراري كاع. اشنو اللي خاصني؟ خاصني الفوتوشوب يعني باش نحتاجو بزاف خاصني واحد اللغات ديال البرمجه وهذا الشيء كله كنتعلم ليه غير من اليوتيوب. خاصني لونجلي الا عندي هاد الثلاثه هادو ندخل نعرف غير نطابي في جوجل يخرجوا لي كل شيء وماشي غير الدري راه حتى البنات راه كنلوح في البروفايل ديالي السكرين ديال البنات وصلوا 2000 درهم في النهار وغير بنت وبدات غير من اللايف اللي كندير يعني ماشي شي حاجه يعني الدنيا راه كاين ميدا. شنو يعجبك تقرا خارج الدومين؟ يعني كنحاول نقرا الكتب بزاف قلت قبل ديال انطوني روبنز ديال بزاف ديال الكتاب اللي تيكونوا كبار كنحاول نعمر راسي بزاف نحاول نتقف راسي نحاول نعرف اي حاجه ماشي زعما غير في الدومين ولا في الويب ولا في علم النفس نحاول نتعلم اي حاجه طياب نحاول نتعلم اي حاجه حيت اي حاجه كتزاد الراس كتنفعك. يعني نحاول غير نقرا شي ما عندي ما يدار ندخل غير نقرا اي كتاب غير نقرا حيت كل حاجه كتقراها راه كتنفعك. اخاي وصلنا ل 3000 دولار ومازال وخاص دولينا لاشين وزيد هما الدراري دابا ناس يقولك وصلنا ل 3000 اورو في النهار 3000 دولار في النهار يعني تخيل في الغيال اشنو غتكون خدام تقدر توصل لهذا المبلغ هذا. باش تنصح بنت بحال بنت بحال ولد غير هو الا كنتي بنت خاصك تكوني باغا تخدمي وباغا تبدلي ميت حياتك حيت بحال البنت بحال الولد تبركي وتسدي عليك وتبقى يبارك بركه في البيسي. كاين دراري بزاف قدروا ينجحوا وبنات بزاف قدروا ينجحوا وكاين العكس عاوتاني حيت ماشي ضروري تكون بنت ولا ولد باش غتنجح. بنت عندك فوتوشوب شوفي شحال تقدري ديري فيه درتي فيه شهر وليتي كتشد الفوتوشوب مزيان بروفيسيونيل فيه تبارك الله عليه تما راه غتدخلي راه نفس العقل عند الدري عند البنت كيبقى في داكشي الشخصيه ديال الانسان. الانسان اللي باغي يخرج ويدور ويسهر ويلعب ويدير راه ديش تنجح حيت هادشي كيجي ابل ناس حق الحريه الماليه ودا داكشي ديالك دبر راسك انت يلاه بادي يا صاحبي ولا اختي يعني حنا دابا كندويو على الدراري والبنات يلاه غتبدا انت يعني راه كاين ما يدار باقي كاين ما يدار غير هو راه ما ساهلاش خصك الخدمه وخصك تسد عليك. وواحد القضيه اخرى كون زعما انا رجع زعما دابا 25 سنه ويقولوا لي رجع من الزيرو ودخل سد عليك نسد عليا عامين يعني واخا تولي عندي 27 عام ونوصل دابا بحال ما كان عندي ماشي مشكل حيت راه لا الاب ديالي ولا الاب ديالك ولا العائله ولا المغرب كامل كتلقى موظف ولا خدام شي خدمه كاع زوينه كتلقى خدام 30 عام باقي ساكن مستقر اقتصادي ولا باقي تيخلص الطريقه ديال الدار ولا كاع شاري حنا نقولوا كاع شاري دار وكتلقى مكرفس بعد ما رفع عامين حنا رفع عامين ديال الخدمه وزدينا عندنا مزيان ايه ضربنا الشمار ولكن راه كان واحد الربح اللي حنا اصلا كنتوقعوه وصلنا لواحد المبلغ اللي كنا كاع كنتوقعوه ولكن داكشي باش جاب الخدمه يعني في عمري 25 عام اللهم لك الحمد حق الحريه الماليه ديالي درت داري درت هادشي تقدر ديرو حيت انا رديت انا ما عنديش لونجلي ما عنديش فوتوشوب ما عنديش ديفلوبمون ما عنديش بي سي ما عنديش حتى شي حاجه يعني كلشي بسم الله الزيرو قدرت نحقق يعني 6 شهور نهار خرج من اول خلصه ليا كانت 11000 درهم اللي خصك تكون انجينيور وقاري 5 سنين مور الباك باش تقدر تشدها ومن وراها ولا تنجلس في البي سي 4 السوايع 5 ديالي كل نهار واخا نحقق شحال ما حقق يبقى داك المبلغ غادي وكيتزاد حتى ولا داك المبلغ كنت كنشدو في النهار ولات كنشد 10 درهم في النهار شويه ولات كثر شويه غادي وكيتزاد داكشي غادي وكيتزاد داكشي باش بالخدمه ونقدر نكذب انت ولا انت افونسي ليا من نهار بديت. شنو الحاجه اللي في بالك باقي ما حققتيهاش وباغي تديرها شي قسما بالله
ودابا وحلفت كاع باش نخرج بلا ما نشعر حلف انني مرتاح، وما داش اللي كنطمح ليه دابا جاي الراس. يعني باغي غير ندير سميتي، يعني غير نعاون الناس، يعني غير نعاون الدراري. يعني علاش؟ حيت نهار كنت بديت، نهار غنبدا في الويب، اش كنت باغي؟ كنت باغي 3000 درهم في الشهر، وباغي بارطنا في السكن الاقتصادي، نخلص لها الطريطه ديالها واسره صغيره ونعيش هان. داكشي اللي كنت كنطمح ليه، داكشي اللي هو الحلم ديالي. علاش؟ حيت عشنا في واحد الناس فقراء، ناس دراوش، يعني هذا غيكون هو البلافو ديالك اللي كتحلم. هذه الاحلام الواقعيه ماشي الاحلام ديال الخيال. داكشي تحقق ليا في عام، انني نقدر نديرو في عام. يعني فاش جيت دابا ودرت كلشي، يعني كنحلم بزاف ديال الحوايج. يعني من دار غتبغي دير 4 عام، شركه غتبغي دير 7، غتبغي دير فلوس كثر، غتبغي دير. ولكن ماشي داكشي انك ملهوف عليه ولا، حيت الاهم حققتيه. نهار انني حقق داكشي وحاولي يش بخير، ولا اعطي وقتي اغلب وقت انني كنعاون غير الدراري، غير لي لايف كنجاوب في بريفي، كنحاول ندير شي حوايج، كنحضر لي ايفنت، كنحاول يعني وقتي كامل غير نعاون بيه الدراري، حيت حقق داكشي اللي ما كنتش كنحلم به كاع. يعني كون سولتيني قبل غتقول لي 5 سنين ولا 6 سنين لقدام شنو غتبغي فيه، والخمس ولا 6 سنين قدام تكون عندي تحت مني مثلا واحد 20000 درهم ولا 30000 درهم، اني نقدر اني نشري موطور، اني نقدر. داكشي ولات كتشدو تنتشف في يومين في نهار. يعني داكشي بحال قلتي، داكشي اللي كنتي كتحلم به باش يتحقق، يعني كثار ماشي كتحلم به وبزاف. دابا كنحلم والله، وزعما من القلب خاص ان نشوف كلشي بخير، نشوف كلشي زعما صافا. نبغي الدراري يعني نشوفهم رجال يعني بخير، يعني ما نقص منهم شي واحد. ونبغي نشوف البنات انهم ما يتخصصوش هما، مش تستنى ان ولد انه يصرف عليها ولا يديها ولا يخلص عليها. تكون هي بحريه ماليه ديالها، تكون هي بخير، ما تطرش انها تبيع راسها، ما تطرش انها تخدم شي خدمه اللي مدلوله لا قبل الفلوس. الدري حتى هو يكون زعما واقف راجل، ما يدلس راسه قدام شي واحد. المغاربه كاملين ولا المغرب العربي كامل، هادشي اللي كنتمناه والله. يقدر انني نعاون غير مثلا غير 1000 ولا 2000، ودوك 2000 حتى هما يتانسبيراو ويعاونوهم واحد 1000 اخرى، والموجه غاده. يعني كل واحد يعاون غير 10، يعني غاديين يعني من القدام نشوفوا شي مغرب اخر. حيت دابا جينا شفنا هاد الموجه ديال الويب، راه كاينين الدراري يعني نجي نحسبهم راه محسوبين الدراري كاع ديال الويب اللي كيبانوا شي. كاينين دراري واصلين وكيدخلوا مبالغ خياليه، كاين 200 مليون في الشهر، كاين 300 مليون، وصحابي هادو نيش، ولكن نشوف ما نبانش. وخلي طال لي طران، خليني خدام سوكري خدام هان، ولكن كنجيو حنا وكنبينوا وجهنا للناس واش نعاونوا واش نعاولوا. واخا ان داكشي تيخلق لك بزاف ديال المشاكل، حيت داكشي ما فيش حاجه ديال الربح. انك تبان وتقول الهضره هادي، ما كاينش حاجه ديال الربح، كاين كلشي غير ديال الخسران، خصوصا مع عائلتك، خصوصا مع صحابك، خصوصا مع كلشي خسر. ولكن كتكون نيتك انت مع ربي انك باغي تعاون، يعني هنا تيكون الخير، ويعني ربي كيجازيك خويا. واش القرايه نركز عليها بزاف اكثر من الويب؟ بالنسبه لي انا، انت كمل في قرايتك ضروري. غير هو كاين شي حوايج خاصك تشدهم مزيان، واولهم اللغه الانجليزيه مزيان. يعني كل ما النيفو ديالك في اللغه الانجليزيه طالع، كل ما عندك فرصه اكبر انك تنجح في الويب. يعني اللغه الانجليزيه هي جميع الدورات اللي تكون بروفيسيونيل، جميع المعلومات، جميع المواقع، جميع كل شيء كتعامل باللغه الانجليزيه. يعني اللي كنتي كتقرا نشد مزيان اللغه الانجليزيه، ندخل نقرا مدرسه ونقرا فين كنقرا، المهم اللغه الانجليزيه مزيانه. ولكن قرا قرايتك، القرايه حاول تعمر بها راسك. اما الخدمه ولا توظف، بالنسبه لي داك الشيء يعني انت شو حريتك شنو باغي دير. بالنسبه لي انا ما خدامش ليا، انا متوظف، والان كنبغي نبقى حر ديال راسي، نخدم ديفلوبي راسي. علاش؟ حيت كنخدم في شركه كنبقى نطلع كنوقف. شحال ما طلعتي كنت خدام بلا ديبلوم بلا والو، كتبقى طلع كتصرف مثلا 2500 درهم 3000 درهم، تكون انجينيور كاع، تكون انجينيور قد خلاوه المصريين قد الدنيا، كتبقى طلع. الا كنتي خدام مع الدوله ولا خدام في شركه، يعني ماشي خدام خدمتك وخدام من بعد زعما شي حاجه اللي حره، حنا اللي خدام شي حاجه يعني مع الدوله ماشي حاجه، كتطلع كتوصل 30000 درهم، يعني كتوقف اصاحبي. الويب لا ما توقفش، كل ما خدمتي انت غادي كتزاد كتطلع. يعني خدمه اللي انا بالنسبه لي هذا المثل كتسمعته وديما كنامن به، انك سواء خدام 2000 درهم سواء خدام ب 3 مليون، انت عبد. غير الا خدام 3 مليون عبد غالي، خدام ب 2000 درهم عبد رخيص. مع احترامي الناس كاملين، حيت كتفيق مع 7 الصباح ولا 8 الصباح كتمشي للشركه، ما تقدرش انك ما تمشيش، كتخاف انك زعما غير ما تمشي غيقدروا يجريو عليك، يقدر الشاف يغوت عليك، يعني كتبقى ديما محكوم، ديما معبود على واحد الانسان اخر. هذه وجهه النظر ديالي وكنحترم الجميع. نتمنى انني نكون عند حسن الظن ديال الجميع، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه وعرفتوا الحياه ديالي كيفاش. ان شاء الله وفراسكم.